ايه ده؟ انت ايه اللي مقومك من السرير؟ ايه صوت الخناق ده؟ هو اللي كان بيزعق؟ مفيش خناق. هو بيزعق معاكي؟ مفيش حاجة. ابن الكلب الواطي قال لك ايه؟ ممكن ترتاح، انت تعبان. اوعى تكون مد ايده عليك. لا لا، تعال هنا، انت رايح فين؟ اوعى يا نهى، اوعي. عشان خاطر انت لسه تعبان. عصوان انما ايه؟ حلاوة من اول الحارة لاخرها. ماشي؟ هاني يا معلم. انت بتفرش لعمك. شوف بقى انت هتعمل ايه. ماشي؟ ماشي يا معلم. تاخد فلوس؟ ودي تيجي يا معلم. غيرك مغرقنا من ساتنا الرسم يا معلم. الله عليك، كده انت قشطه. النقطة دي هي النقطة يا معلم. أوين أشوف شغلك؟ أنا يا معلم. يلا هات، هات الترك منك لقمة. انطوا فين بقى؟ بص ايدك يا بنش. أنت خفيت. تعال. ألف بركة. لا. ليه كده بس؟ أنت لسه عيان. أنا آسف يا أبو الرجالة، بس لا مؤاخذة، مفيش حد بيخرج ولا يدخل من الحارة من غير إذني، وأنت تعديت الحدود. لا مش بس كده، أنت كمان قليت أدبك. بس أنت زعلان على السنيورة؟ حرام عليك، ارحمها عشان خاطري. أبوس إيدك ارحمها. طب إيه رأيك بقى؟ انت هتطلقها. طلقها يا واد. بقولك طلقها. انت مش عايز تسمع الكلام؟ بقولك طلقها. قولي له طلقها. حرام عليك. خلاص يا عبد. حرام عليك. سيبه يا عبد. وانت مال امك؟ الله، انا دخلك في الموضوع. خلاص يا عبد، كفايه اللي انت عملته. هو انا عملت ايه؟ ها؟ عارف لو قربت له هجومك جنبه. بعدين بقى. وبعدين يا بعيد، انت حمار. انت بتسمعش؟ قلت لك لو جيت جنبه هعورك. سامع؟ لا. ماشي، انا هشرب سيجاره. تكون قررت. يا طلقها يا تموت. اروح اخلص عليها يا معلم. سيبها ما يستوي.